مرحبا، يعطيكم العافية. حابب أقول لكم قبل ما نبلش تفتيلة اليوم إنه الفيديو هذا لازم نشوفوه للأخير، لأنه في مفاجأة بآخرة الفيديو. وعملوا لي سبسكرايب الله يوفقكم. حطوا على الكاميرا. وعيد. مرحبا، يعطيكم العافية. على فكرة أنا قاعد على الأرض كرمال يطلع ذا تاور بريدج. أول شيء رمضان كريم، صحيح متأخرة بس إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين ورمضان يكون خير عليكم. انسوا الشعارات الطايرين. اليوم قررت إنه فوت على التاور بريدج. كل سكان لندن أكيد بيعرفوا التاور بريدج، مروا من قدامه، مروا على الجسر، شافوه بالليل، بجنن بالليل. واليوم في مفاجأة بآخر الفيديو. بتمنى أن تشوف الفيديو للأخير، تشاركوا، تعمل سبسكرايب ولايك. وإذا شفتوا الفيديو للأخير في مفاجأة، يعني رح يستفاد منها أي حدا ساكن بلندن أو حابب يزور لندن برمضان أو غير رمضان، بس بالأحرى هلأ رمضان خلينا نقول. ويلا يلا نفوت على البرج، على الجسر، البرج، برج الجسر، The Tower Bridge. يلا. هذا يا سادة يا كرام، سنة 1867 تشكلت لجنة لحل مشكلة عبور نهر التيمز، لأنه كان في زيادة بالنشاط التجاري وحركة النقل بهداك الوقت. وعلى هذا الأساس ساووا مسابقة لحتى يختاروا أفضل تصميم وإنشاء جسر بيربط بين ضفتي النهر، وبالتالي تسهيل حياة الشعب اللي كان عم يزداد عدده بهداك الوقت. ومن بين أكثر من 50 تصميم فاز تصميم المهندس جون وولف باري. وكانت فكرة التصميم تعتمد على فكرة الجسر المتحرك. طبعا من ضمن التجارب الحلوة بالتاور بريدج هي الأرضية الزجاجية يلي بتسمح لنا أنه نشوف الأرض والنهر على ارتفاع 42 متر. بالصراحة أنا ضليت هنيك نص ساعة وأنا عم صور، انبسطت كتير بالتجربة، حسيت حالي عم طير. الجسر كان يتم تحريكه عن طريق محركات بخارية وقود الفحم، وتخيلوا انه هاي المحركات تم استخدامها حتى سبعينيات القرن الماضي. مرحبا، يعطيكم العافية. رجعت على البيت، عملت دوش، غيرت اواعيي، ورايح على المكان تبع المفاجأة. لا تقربوا الفيديو لقدام، ما حتستفيدوا شي، لانه لازم تسمعوني وتشوفوني حتى تعرفوا شوية المفاجأة. المهم لبين ما اصل، زكاتكم يعني سبسكرايب، شيرينج، شاركوا الفيديوهات اللي قبل مع رفقاتكم، ضبطوا الأمور يعني. يلا خلينا نروح على المكان يلي حقلكم فيه المفاجأة. حلو كتير، طراز دمشقي، طراز دمشقي قديم، وإن شاء الله الأكل كمان بيكون ظريف. أنا هلا حاليا عم بستنى الفطور. المفاجأة، المفاجأة هي أي حدا رح يجي لهون رح ياخذ خصم 10%. اللي عليكم إنه تعملوا سبسكرايب للقناة وتقولوا إنه نحن من طرف عبود أو قناة تفتيلة، لحد تقولوا قناة تفتيلة أحسن، ورح يعطيكم خصم 10% خلال رمضان أي حدا. Thank you.
لله رب العالمين، هلا خلصت الفطور تبعي والمحل ما شاء الله مليان، طلعت لبرا مشان تسمعوني. ان شاء الله تكونوا اليوم رضيتوا بالتفتيله ويكون عجبكم المطعم. نصيحه يعني الاكل كثير ظريف صراحه عن جد. لا تنسوا تجوا لهون تقولوا ان انتم من طرف صفحه التفتيله وبيعطيكم خصم 10%. سلام.